السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. هنعمل النهاردة سوا مع بعض، هنعمل الباستا فلورا أو كروستاتا دي مارملاتا زي ما بنقول عليها كده بالإيطالي، بطريقة سهلة جدا جدا وتعمليها سريعة وبسيطة ومتاخدش منك أي وقت. معايا نص كيلو دقيق، حوالي 4 كوبايات، متضاف له ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر ورشة ملح، معايا 200 جرام سكر بودر، معايا 250 جرام زبدة مثلجة، معايا 2 بيضة وبشر برتقان أو بشر ليمون، الطعم طبعا اللي تفضليه، ومعايا علبة مربى 350 جرام. طبعا المربى اللي انت تفضليها، اي نوع مربى حبيها. انا هنا حبيت اعملها بمربى التوت البري والكريز والفراولة. يلا بينا كده نبتدي ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة جبت الكبة، نزلت فيها بمقدار الدقيق النص كيلو اللي قلنا متضاف عليه رشة الملح وربع ملعقة البيكنج باودر، ومعايا ربع كيلو الزبدة المثلجة، وهخلط كده الدقيق مع الزبدة لحد ما يبقى معايا زي الرمل المبلول، الدقيق كله تشبع بمقدار الزبدة. هنزل بال2 بيضة معايا، والبيض برضو يكون من التلاجة، ما تسيبهوش بره بدرجة حرارة المطبخ خالص، وحطيت عليها 200 جرام سكر البودر وبشر البرتقال، وهقلب الخليط كده كله مع بعض لحد ما يتجانس كده مع بعض. شايفين عمل ازاي؟ هاجي بقى على البورد بتاعي برش الدقيق، وهنزل بالعجينة بتاعتي، عجينة طبعا كلها زبدة وما ضفتش فيها لا مية ولا اي حاجة، مجرد هجمع بس برشة الدقيق دي العجينة اللي انا يسهل عليا اللي انا احطها في البلاستيك الغذائي، وهدخلها التلاجة نص ساعة علشان ترتاح وتجمد واقدر بعد كده اشكلها. كده اتخرجت العجينة من التلاجة زي ما احنا شايفين، ارتاحت وجمدت طبعا معايا علشان فيها الزبدة. اكون محضرة جنبي برضو بولة فيها معلقتين دقيق، وهاخد 3/4 العجينة، مجرد ما تاخد درجة حرارة ايدي هتكون سهلة عليا فردها بالمردنة. هفرد العجينة معايا سمك 1 سنتي بحيث تكون اكبر من حجم الصينية اللي هنزل فيها بالطرد بتاعي. شايفين عجينة سهلة وطيعة جدا جدا. هلف بقى العجينة وهنزل بيها على صينية التارت، وهفردها كده وهرفع من الجوانب وسكنها كويس في الصينية علشان تديني شكل التارت الحلو من الجنب، والباقي طبعا الزيادة انا هستغنى عنه بمساعدة المردنة، وهرجع اعيد تشكيله تاني حالا. كده التارت معايا جاهز، هنزل بقى بمقدار المربى اللي معايا وهسويها كده على السطح. طبعا التارت ده ما بيتخرمش قبل ما نحط فيه المربى، ما بيتخبز لوحده في الفرن الاول، لا بيتخبز هو والمربى كله مع بعض في وقت واحد. كده التارت جاهز معايا، هبتدي بقى هاخد باقي مقدار العجينة اللي قلنا عليها الربع اللي فاضل او العجينة المتبقية من حواف التارت، وهبتدي كده هدعكها برضو برش الدقيق تاخد درجة حرارة الايد، وبعد كده هشكلها شرايط كده بحجم 1 سنتي وعرض برضو 1 سنتي، وهحطها فوق وجه التارت. الشرايط دي فايدتها انها بتعمل سمك فوق التارت علشان التارت ما يرتفعش معايا في الفرن او يتكسر او المربى تفور مني. تاني حاجة بيدي برضو شكل جمالي فوق التارت. قطعيها بقى باي قطاعة عندك، بقطاعة البيتزا بسكينة عادية او بالقطاعة المشرشرة زي دي، وهتحطيها فوق التارت بتاعك. هنبتدي كده من النص نحطها، وهنبعد بمقدار 1 سنتي او 1.5 سنتي، ونحط شريط تاني جنبها لحد ما نخلص وجه التارت بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هخلص خلصت بقى كده
اول شرايط حطيتها فوق وجه التارت، هعمل برضو نفس الحكاية وهحطها بالعكس كده. عايزة تعملي وجه التارت يكون مربعات او مثلثات او اي شكل هندسي تفضليه. في ناس بتبشر العجينة دي بس بتجمدها الاول وبالمبشرة وبتنزل بيها بشر فوق وجه المربى وبتدخل التارت، بيكون كده التارت من فوق فيه عجينة الباستا فلورا بس مبشورة، وبتدي برضو شكل جميل وطعم اجمل. هكمل بقى باقي وجه التارت كده كله بنفس الطريقة. بس معايا كده التارت العجينة لسه فاضلة معايا، فيها جزء كبير لسه فاضل. هعمل كمان شكل جمالي جدا، منه شكل جمالي ومنه هزود الحافة بتاعة التارت، لان التارت ناعم جدا والحواف بتاعته بتكون ناعمة جدا وممكن تتكسر وانتي ماسكاها. فهنعمل منه شكل تجميلي ومنه هنزود الحواف بتاعة التارت علشان تقدري تمسكيه وانتي بتاكليه. قطعت برضو شرايط نفس السمك وهلف بيها على الصينية بتاعتي داير التارت كله علشان اداري اماكن التصاق الشرايط بالحواف بالشكل ده كده زي ما انا بعمل بالظبط. شايفين كده خلاص معايا كده الشكل التارت جميل ازاي. هبتدي بقى العجينة لسه فاضل معايا جزء فيها صغير، هعمل منها تارتات صغيرة. كفكرة برضو ممكن تعمليها لو مش عايزة تعملي التارت الكبير، ممكن تعملي تارتات صغيرة بأي قطاعة عندك هتفرديها. وقطعتها كده حطيتها في قلب صينية، وهاجي بقطاعة أصغر وهفتحها كده. هعمل فتحات في منتصف البسكوتات أو التارتات الصغيرة دي، وهدخلها برضو الفرن على 170 مع التارت الكبير لمدة 20 دقيقة، واكون متابعاها في الفرن. طلع معايا التارت بالشكل ده. طبعا اول ما اشوف الجوانب بتاعته اتحمرت والوجه بتاعه اتحمر، جبت السكر البودر حطيت على التارتات الصغيرة اللي انا فتحتهم بالقطاعة الاصغر، وهاخد برضو السكر البودر على حواف تارت المربى. طبعا الاولاد بيحبوا جدا السكر البودر في اي حاجة، وعندك بقى حرية الاختيار. انا هديكي فكرة ان انت ممكن تحطي جواه نوتيلا، ممكن تحطي جواه نوع مربى تاني، ممكن تحطي جواه الكريم باتيسير وتحطي فوقيه اي قطعة فاكهة. كفكرة ان انت ممكن تعملي بالعجينة دي اشكال كتير جدا جدا في اي مناسبة تحبيها. وكده زي ما احنا شايفين خلاص معايا التارت من نص كيلو دقيق، عملت تارت مربى او الباستا فلورا او كروستاتا دي مارملاتا بالشكل الجميل ده. وباقي العجينة عملت تارتات صغيرة. لكي مجال واسع جدا انك تعملي بيها اشكال كتير جدا جدا. عجينة جميلة بجد وريحتها حلوة وناعمة وفي نفس الوقت متماسكة. وهنقطعها يلا زي ما احنا شايفين سوا مع بعض. شايفين السكينة في العجينة ناعمة جدا جدا وبتتقطع بمنتهى السهولة، وطعمها اهم من كده رائع جدا. اشجعكم يلا واقول لكم يلا خشي مطبخك وجربي حاجتك بنفسك وكلي احلى حاجة في الدنيا من عمايل ايديكي، وما تجيبهاش جاهزة، وجربي مرة واتنين واكيد التالتة هتطلع معاكي في منتهى الجمال. اتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم وتقولولي رأيكم فيه ايه، وتجربوا كل حاجة بنفسكم، واوعوا تنسوني في اللايك والسبسكرايب، واهم من كده تفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. بتفاعلكم معايا بتشجعوني اعمل لكم اكتر واكتر. كانت معاكم رندا علي ومصرية في ايطاليا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.